بس ده لازم ايضا كمان، نعم لازم قادر من حرية التفكير والإبداع، مش قاعد مكمم الناس، ما انتش قاعد مخوف الناس من أن تقول رأيها. إيه اللي هيجرى؟ هو عندنا تخويف للناس؟ يعني على الأقل ما فيش تخويف بالعصاية، لكن في تخويف بحاجات تانية. يعني التخويف الحقيقي ينبغي أن يكون، إذا لم تكن جيدا ومبتكرك سوف يهجرك سامعك. لكن انت عشان تكون مؤثر لابد ان تأثيرك ده يبان، ولابد ان يكون واضح. حرية الرأي منقوصة إلى حد ما طبقا؟ أكيد 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 منقوصة، أكيد منقوصة. أقول هذا الكلام علنا. لا نحتاج إلى قدر أكبر من حرية الرأي والتفكير. مين اللي المساحة دي؟ مين اللي يدي مساحة؟ يعني أستاذ مطرح، مفيش حد بيدي حاجة، أنت اللي بتاخدها. مفيش حد بيدي حاجة، عمرنا ما خدنا حاجة بالإذن. إنما أنت بتكسب حريتك، تكسب شبر النهاردة، ما تتنازلش عن الشبر ده بكرة. أنت مهمتك أن توسع هذا الشبر. إذا أخطأت خطأ كبير يمكن أن تتراجع خطوة، لكن عشان تتقدم خطوتين إلى الأمام. يعني انما منتظر ان حد يقول لك قول، ما حدش هيقول لك قول. اذا في اللقاء ده الحقيقه مكرم بيقول انه ما فيش حريه راي في مصر، وطبعا المعلم عايز يطبل فما عرفش. لكن في اللقاء ده قال كلام مهم جدا، قال انه في خلافات بينه وبين اسامه هيكل اللي هو وزير الاعلام. مكرم محمد احمد اتكلم على انه في خلاف ما بين اهو بان الاعلام بيروج للسيسي بس، كما انتقد محاوله السلطه التنفيذيه اللي هو الوزير الهيمنه على عبر تعيين وزير اعلام مطالبا بتوسيع المجال واتاحه مناخ من التعدديه في الرؤيه، منتقدا انفراد الوزير بالعمل الاعلامي وتجاهله التام للمجلس العسكري للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. الاخ مكرم بيشتكي ان الوزير بتاع الاعلام اسامه هيكل بيتجاهل المجلس الاعلى للاعلام. ادي راسين كده في الحرام. نتفرج على الراس الثالثة بقى، كرم جبري فين بتاع الهيئة الوطنية للإعلام؟ ما الهيئة، ما الإعلام ماسكه مفترض، في حاجة اسمها المجلس الأعلى للإعلام اللي هو بتاع مكرم، وفي بقى الهيئة الوطنية بتاعت أو بتاع اسمه إيه ده الأخ كرم جبري رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. فين الاتنين بقى؟ عايز تعرف كرم جبري بقى له 3 سنين متعين. تصدق إن كرم جبري طالع يقول إنه في ال3 سنين دي ما اشتغلش غير 3 شهور؟ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للصحافة طالع يقول إنه بقى له 3 سنين بياخد مرتب ما اشتغلش غير 3 شهور. عشان بس اقول لك انا ما قلتش الكلام ده. ده اللي كتب الكلام ده الاستاذ محمد امين في مقال عن عذر اقبح من ذنب، اسمع جزء منه كده. عذر اقبح من الذنب، محمد امين، المصري اليوم. لم اشعر بصدمه مما قاله الاستاذ كرم جبر رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه حين قال إنه منذ تولى مهمته بالهيئة لم يعمل إلا 3 أشهر فقط خلال 3 سنوات، فالنتيجة التي وصلنا إليها منذ انطلاق عمل الهيئة لا تكشف عن عمل كبير، وكنت أتمنى أن يعمل شهرا آخر لإنجاز ملفات وتجهيز أسماء لإدارة المنظومة، ولكننا على مدى سنوات لم نقدم شيئا. واعترف الرجل بأنه لم يعمل أكثر من 3 أشهر، وقال إنه قدم ملفا بالمشكلات التي تواجه الصحافة وحصر الأصول، وسعى لوضع خطة محددة للإنقاذ، وأخشى أنه يريد أن يستكمل مدته أو يطلب مدة جديدة كنوع من التعويض مثلا. ده بقى حال كرم جبر. تعال شوف بقى علاقة كرم جبر، 3 سنين بيشتغل 3 شهور بس. تعال شوف بقى العلاقة ما بين مكرم محمد أحمد وبين وزير الإعلام. هنا نحتاج إلى قدر كبير من حرية التفكير والرأي، ويجب عدم تكميم الناس وتخويفها من التعبير عن رأيها، ووزير الإعلام بيتخانق معايا عشان حاجات هايفة. طيب يبقى كده كرم جبر 3 سنين ما اشتغلش، ومكرم محمد أحمد بيتخانق مع الوزير في حاجات هايفة، ومفيش حرية إعلام. طب مين وزير الإعلام في مصر؟ مين بيدير الإعلام؟ عايز تعرف مين بيدير الإعلام؟ بيديره تامر مرسي. تامر مرسي هو اللي بيدير الإعلام في مصر. تامر مرسي ده يا حضرات هو بتاع الشركة المتحدة
ده اللي سيطر على التلفزيون، ده اللي سيطر على كل شيء في مصر في الإعلام. طلب إحاطة بشأن استمرار وزير الإعلام رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي، المعلم لسه رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي أهو. طلب إحاطة في البرلمان بشأن استمرار وزير الإعلام لسه رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي. يعني الراجل ما وروش حاجة يعمل إيه يعني؟ لأنه مش وزير إعلام أصلا، وزير الإعلام الحقيقي هو ده. التاسعة باكورة تطوير التلفزيون المصري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. رئيس الشركة بتاعت اللي هي الخدمات المتحدة للخدمات الإعلامية هو تامر مرسي، هو ده وزير الإعلام الحقيقي. طيب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دي هي اللي طورت التلفزيون، وهي اللي بتطور دلوقتي أو شغالة في مسلسلات رمضان. ماشي؟ الشركة المتحدة للخدمات اللي تبدأ تصوير مسلسلات رمضان. ادي شوية مسلسلات اهم، فيهم بقى البرنس محمد رمضان اهو، في الاختيار وفي مش عارف ايه، وخالد بن الوليد وقصص وامير كرارة. شوف بقى مسيطر على مين، واخد مين بقى، واخد ادي البرنس محمد رمضان، واخد عمرو يوسف في خالد بن الوليد، واخد امير كرارة في فيلم مسلسل اختيار دول، واخد ياسر جلال في مسلسل فتوة، واخد عادل امام في الفالنتينو، واخد نيلي كريم وياسمين عبد العزيز اهو في ونحب تاني ليه، وياسمين صبري. يعني الراجل خد كل حاجة يعني، يعني اعلى نجوم ممكن تجيب فلوس اعلانات خدهم تامر مرسي. هتقول لي طب وانت عرفت منين ان هو اللي بيدير الاعلام؟ هقول لك مش بس بينتج مسلسلات، لا هو اللي سيطر على التلفزيون المصري، هو اللي طور التلفزيون المصري، وهو اللي بينتج برنامج وائل ابراشي اللي في اول حلقه استضاف الاخ محمد رمضان. لان محمد رمضان واحد من ابطاله في رمضان الجاي. خلينا نشوف الفيديو جراف ده عن اخطبوط الحقيقه او الموشن اخطبوط المخابرات مجموعه المتحده للخدمات الاعلانيه اهو. حضرتك دماغك انت وانت ومراتك واولادك، دماغك متسلمه لتامر مرسي. بص بقى، اخطبوط مجموعه المتحده للخدمات الاعلاميه، شركه سينرجي دي هي اللي بتنتج كل حاجه، كل مسلسلات، شركه برزنتيشن، قنوات الحياة وأون ودي أم سي وسي بي سي، طبعا مفيش بيت في مصر يخلو من القنوات دي، شركة إعلام المصريين، شركة دي ميديا الإنتاج الإعلامي، راديو 9090 وموقع مبتدأ وقناة الناس، شركة السيدات اللي اشترت السيدات كلها، تطبيق ويتشات. بص بقى أنت دماغك متسلمة للناس دي، أنت بقى بمراتك بعيالك بخالاتك، بص دول بيتحكموا فيك. طبعا مين في رمضان الا من رحم ربي هيقفل التلفزيون بتاعه على المسلسلات دي؟ عايز تعرف بقى ان الاعلام بلا راس في مصر؟ عايز دليل؟ خد الدليل ده. صحينا الصبح على خبر بيقول تنفيذ حكم الاعدام في هشام بالارهابي هشام عشماوي. ادي سكاي نيوز، ادي مصراوي، ادي الوطن. نفذت مصلحه السجون تنفيذ حكم الاعدام في الارهابي. ادي كمان روسيا العربيه، ادي ام اس ان، ادي اليوم السابع، كل جرايد مصر المحليه نشرت خبر يفيد بان مصلحه السجون نفذت الاعدام في هشام عشماوي. هوب بعد شويه حذفوا الخبر. الجزيره بقى بنت لذينه لقطته، وسائل الاعلام المصريه حذفت الخبر، مصادر امنيه تنفي اعدام هشام عشماوي. مصادر أمنية خرجت قالت لا ده احنا ما نفى مصادر أو نفت مصادر أمنية مصرية صحة الأنباء المتداولة في عالم وسائل الإعلام القريبة من السلطة بتنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق هشام عشماوي. وكانت وسائل الإعلام المصرية قالت اليوم الاثنين أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق عشماوي قبل أن تتراجع وتحذف الخبر على مواقعها الإلكترونية، كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية. بدوره قال خالد المصري محامي هشام عشماوي
أنه لم يتلقى أي إخطار من مصلحة السجون بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق موكله. لافتة أن أسرة عشماوي ليس لديها أي معلومات بشأن تنفيذ مصلحة السجون لحكم الإعدام ولم يتم إخطار أسرته بذلك. ممكن يكونوا أعدموه على فكرة، ممكن يكونوا أعدموهوش ممكن، لكن بص جرائد مصر كلها تنفذ تقول لك تم تنفيذ الحكم، وفجأة بعد ساعات قليلة هم نفسهم يحذفوا الخبر زي ما لقطته الجزيرة كده. السلطات المصرية تلتزم الصمت إزاء معلومات تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي. راحت الوطن طالعة قالت، عشان هي بقى الوطن قالت لاعتذر، دفاع الوطن تعتذر عن نشر خبر إعدام هشام عشماوي. ليه بقى؟ لأنه الإعلام في مصر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد من ساعة ما تم تعيين أسامة هيكل وزير إعلام وهو مش عارف هو بيشتغل إيه، وهو بيقول أسامة هيكل بيتخانق معايا في حاجات تافهة. كرم جبري بيقول أنا بقالي 3 سنين شغال ما اشتغلتش غير 3 شهور. وزير الإعلام نفسه ما نعرفش هو فين أصلا، لسه شغال رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، شغال عند نفسه يعني، هو رئيس نفسه. وبالتالي ما فيش إعلام في مصر. الإعلام في مصر زي ما زعنا التسريب هنا بيدار من مكتب عباس كامل، والدليل سامسونج زي ده. بناء على ذلك وتم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري. وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج.